كل بلاد مع حركات الايام ونحن نتبع الواجبات نبي على هذا موافق على الجامعه من واحد على الارض وعلى جل شيخ مع صفاء الايام نعرف حجاجاتنا ونكتب واجبها امشي على الارض ما تمشي في الاحلام ما رايت الحجاج عاصفة ولعهد دبي قدم عجائب وعجائب الدنيا سبع فزاع ثامنها حمدان تاسعها حمدان العجب حمدان الذهب شبل فارس العرب فارس الذهب الألقاب الألقاب تعرف مقرها حمدان الزمان والإعجاب حمدان أتعبت الجميع أتعبت التاريخ يا بطل التاريخ ماذا أنت فاعل فالداعي فالداعي ذهب لا يليق إلا الذهب أهني سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على انتزاع بطله بطل الفرسان ولي عهد دبي حمدان العجائب كيف شو ونثري البث على القناة الأولى والثانية في بداية الموسم وعدناكم بتقديم كل ما هو جديد نذهب إلى أماكن لم يصل إليها أحد من قبلنا ونقدم مواضيع كان يعتقد البعض أنها غير قابلة للنقاش نعرض اقتراحات أهل الركض ونسعى لإيصال صوتهم الأصائل برنامج الملاك والمضمرين الذي يقدم في كل حلقة على طاولة الحوار نقاش هدفه الأول والأخير خدمة رياضة الآباء والأجداد بإذن الله بالمراكز الرئيسيات بتكون إن شاء الله لها موقف طيب تهانينا والناموس الى الاشقاء بالسلطنه في واقعين القعود سبوك كل ما يمرك هذا يعطينا افضل نتائج سلام من كردوس سلام قعود طيب وسلالته طيبه سلام لاهالي الوقن سلام نعم ناموس غير الشوط الأول أكيد إنه مصري. ميدان دستور لازم تكون فيه المنافسات قوية. نجدد الترحيب بكم أعزائي متابعي برنامج الأصائل وفي كل حلقة وفي كل أسبوع من برنامج الأصائل الذي يطلع عليكم كل أحد الساعة 8 مساء يجب أن نناقش بعض الأمور التي تهمها أهل الركض وتهم ملاك ومضمري هذه الرياضة الجميلة وفي كل أسبوع كذلك نسمع أخبار طيبة نسمع أمور تبشر دائما بخير لهذه الرياضة التي توارثناها أبا عن جد لتصل كما كان الحال في الماضي تصل إلى هذه الطريق الاحترافية سواء من ناحية التنظيم أو كذلك من ناحية إدارة هذه السباقات ورزنامة هذا الموسم دعوني في البداية نرحب بمحللينا الأفاضل ونبدأ بسهيل بن بطي بن غراب وسلطان مسيك بالخير أنا مسي عليك وعلى أخوان الحاضرين والمتابعين وقلهم سعد الله مساءكم بكل خير سيف مبارك الحبسي مسيك بالخير مرحبا يا أبو خليفة مسي عليك وعلى أخوان المحللين أبو سلطان وأبو سالم وأبو حمد والمشاهدين أمام الشاشات عبد الله حمد بن بهيان مسيك بالخير يا مرحبا ومسهلا أبو خليفة مسي عليك وعلى أبو سلطان وعلى أبو مبارك وعلى أبو سالم وعلى أخواننا متابعين أمام الشاشات ونتمنى لهم إن شاء الله متابعة ممتعة وموفقين إن شاء الله في هذه الحلقة وسالم مسيك بالخير الله يمسيك بالخير والسرور والنور أبو حمد
وين يا ابو سالم؟ والله يا اخوي اين في هالبرد الطيب هذا الله يحط بركه. سبحونا اخواني. نعم ما درينا الجو كذي، لا غير من دخل الحين بنقدم في الاستديو الداخلي، لكن من هنا قبل نص ساعه نشوف الاجواء بارده. الاجواء لا لا ابو خليفه لا غير هالريال يعرف ايش السالفه. لا موثق عمره. لا لا مثلا انت طعمك ابو سالم غلط. لو عندي خبر. لا بخبرك انت تبغى طعمك بكره تنفضنا الزكام شويه. لا 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 العلاج العلاج موجود. الله يستر ان شاء الله انت ما تحتاج ولا كلكم ان شاء الله ما نحتاج العلاج. اذا مشاهدينا الكرام نبحث في المعجم عن كلمات الشكر والعرفان لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، فلا نجد في المعاني أي كلمة تنصفه، فهو الراعي الكبير لرياضة الآباء والأجداد، لا يمر يوم ولا نجد مكرمة جديدة من سموه هدفها دعم ملاك الهجن، لا يترك أمرا إلا ووجد له الحل بفكره الثاقب ورؤيته التي سبقت عصره. شكرا فزاع على كل ما تقدمه للإمارات وشعبها عامة ولأهل الركض خاصة. ففي حياة الناس تحلم وتسعى وراء الحلم، ولكن مع سموه ما عليك إلا أن تحلم ليحقق الحلم في سرعة البرق. الحلقة الماضية تكلمنا في هذا البرنامج في برنامج الأصايل عن مركاض الفطامين، وأتى الأمر سريعا من سموه ليحقق أحلام وحلم أهل الركض بتنظيم وإقامة سباق الفطامين. نشكر المحللين سهيل بطل بن غراب، بومبارك، بو حمد، بو سالم على ما تقدمونه من دور فعال في هذه الرياضة. لهذا يأتي الأمر لما فيه مصلحة الركض ومصلحة هذه الرياضة. الله يطول عمره ويخليه. وراشد يحب الخير للعرب ويحب الخير للناس كلهم، بس يبع التنبيه. ونحن طال عمرك انا بقول لك كل محل وكل طال عمرك موجود على هذه الشاشه مفروض ان طال عمرك يوصل اخبار الناس، ان الناس هاي طال عمرك احنا على منبر هذا، والمنبر يوصل لمكان اكبر عن هذا المكان. صحيح. فنحن لازم نوصل الكلمه اللي نسمعها من اهل الشاب ومن هل طعمكم مشاركين ومن هل الهجن اللي يحتاجونه. نحن نبلغ وش والجواب والامر لهله. نعم نحن اللي علينا. وانا اقول الرجال اللي ما يبلغ هذا الكلام اللي ينفع الناس المفروض طال عمرك انه ما يتنحى عن المكان، يعني هذا المكان طال عمرك انت محطوط في مكان همجه وصل، لازم لاراء الناس اللي تسمعها صحيح تبلغها لاصحابها، وهم أصحاب الشان هم يتصرفون بلا شيء، هم طول عمرهم يبون الخير للعرب. صحيح. ويبون كل شيء عدل وكل شيء منظم ومرتب. هم مسوين الرياضة شو يبون منها؟ هم ما لهم مصلحة، هم مصلحة مسوينها لمصلحتنا نحن ولفائدتنا نحن ولفائدة المواطن وغير المواطن اللي مشارك في هذه الرياضة أنه يستفيد منها، هم هدفهم هذا. لكن بعض هم بواجبين على الأمور كلها يتابعونها، لازم نحن نبلغ وننبه، وهذا من حق اهل الرشاب علينا. انا بقول لك صح، من حق اهل الرشاب علينا ان دامنا جلوس في هالمنبر ان نبلغ كلامهم اللي وصلنا من عندهم اللي نشوفه في مصلحات الركض ولا يضرب شيء. هذا من حقهم. وبيض الله وهم طول عمرهم ما يقصرون. صحيح. يبون بس خبر. الله يطول عمرهم. ابو حمد تحدثت في الحلقه الماضيه ويا الخبر سريعا، شو حاب تقول لفزاع لسيدي سمو الشيخ حمدان؟ بعد يمكن ما نحن نقول هذا عمل جماعي، لكن جميل ان نحن نستشعر الإنجاز بهذه المكارم. وفزاع دائما ما يتواصل مع الجميع في هذه الرياضة ويلبي كل رغبات أهل الهجن. بداية أنا أبو خليفة نشكر الله سبحانه وتعالى ثم سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد حمدان المكارم اللي دائما يكرمنا بمداته وبلفتاته الطيبة اللي تكرمنا إحنا في هل راكض وهل هجن. عسى الله يطول عمره ويدفع البلاء عنه ويمده إن شاء الله بالصحة والعافية وطولة العمر. احنا في النهايه كنا نكمل بعضنا، احنا اخواننا المحللين. فالفكره اللي تكلمت فيها في الحلقه اللي طافت عن مركاض الفطامين ابو خليفه، الشيء هذا احنا لامسناه، احنا ارواحنا اللي راكض وفي حايه المركاض هذا. فيوم تكلمت عن موضوع مركاض الفطامين الناس كلها مستفيده منه، واكثر العزب قلنا في الحلقه اللي طافت 80 او 90% من ملاك العزب عندهم هذا السن، سن الفطامين. والسنه العام وعام الاول يوم توقف الركض في هذا السن العالم خسرت خسائر كثيره،
وتكدسن الحلال عندهم في عزابهم ولا باعوا ولا استفادوا. في عزاب قايمة على هالسن ما يوصلون في بمشاركاته في المهرجانات وفي الرئيسيات. هدفه انه يبيع فطيمة بمية بمية وخمسين عيش بها نفسه وعيش بها عياله وسدد الملازيم اللي عليه. فيوم تكلمنا الله يطول عمر راعي الشان اللي بادر بفتح المركاض هذا صندوق الفطامين في ميادين إمارة دبي العالم كلها فرحات والناس ارتاحوا. بسلطان والله انه بيقول لك انه ياتني اتصالات جزاهم الله خير من عرب حد نعرفهم حد ما نعرفهم ورسائل يشكرون بالشيء هذا ويحبون انهم يشكرون راعي الشان سيدي سمو الشيخ حمدان محمد عبد الله. حقهم علينا نعم حقهم علينا ان نبلغها مثل ما قلت احنا نعم. طول عمرك في المنبر نعم. هذا نعم احنا اول شيء هالركض وثانيا ننقل صورة هل الراكض شيء احنا ما نعلم أراهم هذه سمعة منهم الشيء اللي فيه مصلحة عامة ولا فيها مصلحة شخصية فيه مصلحة عامة وبتنفع الجميع بالواجب أن نتكلم به. والله يطول عمرهم هم يدورون له سبب المنفعة العالم الله يطول عمره ويزاه الله خير ومشكور منا كل الشكر وكل التقدير ويزاه الله خير. نقول فرحة العالم فرحة الناس هذه ودعاهم له كم يسوى طول عمرهم. ليارك ذا وتقول بايعين. والله انهم تقول بايعين. ليارك ذا وتقول بايعين. من فرحتهم بالركض. والتصوير واصبح في روابط انتشرت ابو سلطان روابط انتشرت. ثبات هذا ثبات المطيه انت الحين بتفحم المطيه بتقول يا بتيب. الحين اعلان بم الله ممكن حد منهم باع واستفاد وحصل خير من حاشي. الاول التعليق اللي مر علينا ما حد درابه ولا حد حضاره ولا حد ياه الا اللي بيشارك ولا استوى في بيع. عبد الله انت لو بتاخذ المطيه هذه الانسان بيقول لك وين رابطها. صحيح هذا الواقع. عطني شيء لها دليل. فالحين الدليل موجود. فالله يطول عمره ويخليك ان شاء الله. وعقبال ان شاء الله ميادين كلها عقبال ميادين كلها ان شاء الله نشوف فيها مراكض فطامين. اظن صار فيها عندهم مراكض كلهم. التعليق بعد موجود في الميادين الثانيه لكن المراكض ان شاء الله النهايه وهم هل الشان جزاهم الله الخير بيهم الصحابه هاي اللي عمت بسعمهم ان شاء الله. نحن نوصل رساله كذلك ملاك الهجن ومضمري وعشاق سباقات الهجن كلهم يقولون شكرا فزاع على تلبية كل رغبات أهل الهجن وتلبيتها مباشرة. وفعلا نحن في هذه الرياضة لو تكلمنا لو تحدثنا ترانا محظوظين بدعم أصحاب السمو الشيوخ برئاسة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأصحاب السمو الشيوخ على هذا الدعم الكبير. ونحن في خير ونحن في نعمة ودائما هذه الرياضة من مستوى عالي لمستوى أعلى. كل سنة المراكز تتطور المهرجانات تكثر والأمور دائما تكون في خير وسهالة. عصام عن شيء الأمانة يعني نحن قبل سنتين وصلنا محمد بن زايد الله يطول عمره لما كان في شارع زايد الكبرى وسلمنا عليه فقال يا عيالي هاي أنتوا منبر لازم أنكم الأشياء الكلمة اللي تبونها تنفع تبونها وكلمتكم تدخل في كل المكانات واللي يحتاجونه أهل الهجن أنكم تتكلمون عنه. الله يطول عمره. نعم هم الله يطول عمره ترامي يوصون على الشيء هذا. محمد بن زايد وصانا طول عمره قال يعني الشيء اللي تشوفونه ينفع وحمدان بن زايد بن محمد وكلهم طول عمره ومحمد كلهم يوصون على 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 على, على الشعب وعلى عمرك اللي يشجع الركض. فهذا منهم هاي لفته وهاي نعمه والله يطول عمرهم ويخليهم. هاي نحن نعمه الحمد وشكر الله اعطانا اياهم وهذه تراها يا اخواني مسؤوليه علينا كلنا. اي نعم مسؤوليه كبيره. نعم أقول لك عن الإنسان اللي في المنبر هذا المفروض عمرك اللي يشوفه ينفع الناس وينفع أهل الهجن وينفع طال عمرك العرب يبلغ هالكلمة وهي بتوصل هلها وهلها بيتصرفوا بها. أصحاب الشان هم طعمك اللي طول عمرهم بيرتبون الأمور وبيشوفون الشيء اللي مناسب واللي هم مناسب هم يسوون للشيء العدل لكن يبون تذكير عنهم عندهم مشاغل أكبر عن الأمور هذه. صحيح صحيح. أبو سالم نحن عندنا لك سؤال نحب نسألك سؤال الحلقة. نشوف سؤال الحلقة على الشاشة. في أي عام تم إقامة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للهجن في استراليا؟ الخيار الأول حرف A 1990، الخيار الثاني حرف B 1995، الخيار الثالث حرف C 1998. أبو سالم شو رأيك؟ 98 ما أعرف أنا أقول 98. 98 كيف عرفت أبو سالم؟ أتوقع أنها 98. تتوقع 98 في استراليا يكون سرت استراليا بعد؟ لا أنا حيدك ساير أمريكا العام. لا أنا ما سرت بعد سرت استراليا؟ لا أنا استراليا ما سرت لكن استوى فيها ركض
بدعم هني من الحكومه الرشيده. مبارك شو رايك؟ شو توقعاتك؟ شو الجواب؟ رايي من راي ابو سالم. رايك من راي ابو سالم. طيب نحن الجائزه كما تتابعونها امامكم على الشاشه، ونشكر مركز الامارات الذكي لتقديم هذه الجائزه، بطاقه كشف وعلاج حتى اللقاح من البعير شهم المختبر. نشكر مركز الامارات الذكي على تقديم هذه الجائزه. السحب الاول راح يكون البطاقه من مركز الامارات الذكي. السحب الثاني راح تكون جائزه بمقدار 2000 درهم، جائزه عينيه مشتريات من صيدليات فارس الخليج، نوجه لهم الشكر والتقدير. الجائزه الثالثه وهي عباره عن 1000 درهم نقدا من صيدليات فارس الخليج، نوجه الشكر والتقدير لهم. الاخوان الداعمين بعد ونشكرهم اكيد، تنشيط الشباب وتنشيط الحركه ومعلومات. نعم هذه والله معلومة قيمة، يعني معلومات. كان صاحب السمو رئيس الدولة للهجرة في استراليا. اي نعم، الله يرحمه حياة الشيخ زايد، الله يرحمه ويغفر له. نذهب مشاهدينا الكرام ونتحدث عن منافسات الأسبوع المنصرم هنا في ميدان المرموم، وهجن أصحاب السمو الشيوخ تنافست في ميدان المرموم للوقوف على جهوزية الحلال والبحث عن الأبطال في كذلك الهجنة المشاركة، وكانت السيطرة للهجنة العاصفة وعلى معظم الأشواط، وكان صوتها مدويا في الميدان الذكي. نتابع التقرير. تواصلت منافسات هجنة أصحاب السمو الشيوخ في ميدان المرموم، وتواصلت معها التحضيرات والبحث عن الأبطال. الأسبوع الماضي شهد إقامة منافسات اللقاية والإذاع، والبداية كانت مع اللقاية والتي اشتملت على إقامة 18 شوطاً شهد سيطرة كبيرة لهجن العاصفة التي تمكنت من الفوز في 12 شوطاً. الشوط الأول لإبكار المحليات حققت الشاينية لهجن العاصفة الفوز بقيادة مضمر غياث الهلالي بعد أن قطعت المسافة بسبع دقائق وثلاثين ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. أروع الشاهينية والعاصفة في انطلاقاتها وتحدياتها هنا تصل إلى المقدمة تقود المركز الأول عاصفي. الشوط الثاني لإبكار المهجنات كان النصر حليف هجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي عن طريق الشاهينية التي قطعت مسافة الخمسة كيلومترات بسبع دقائق وثمانية وثلاثين ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. سلام يا غياث، سلام يا جماهير هجن العاصفة على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه هجن العاصفة المركز الأول والثاني والثالث والرابع. الشوط الثالث الجعدان المحليات حقق شاهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي المركز الأول مسجلا زمنا بلغ سبع دقائق وثلاث وثلاثين ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. والاستعداد يبدأ هنا كما يقال 100% ما شاء الله وتبارك الله في هذه اللحظات على انطلاقة النهاية وخط النهاية، ينتظر لحظات وصول الإثارة من شاهين في المركز الأول. وأكملت هجن العاصفة سيطرتها على الأشواط الرئيسية بالفوز بالشوط الرابع للجعدان المهجنات مع شاهين الذي سجل توقيتا بلغ سبع دقائق وست وثلاثين ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. يصل شاهين ومع المركز الثاني شاهين ومع المركز الثالث أيضا شاهين بشعار هجن العاصفة لحظات الوصول إلى خط النهاية. في تحديات الإذاع كانت سطوة هجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي أكبر بعد أن سجلت اسمها بالمركز الأول بخمسة عشر شوطا من أصل 16. الشوط الأول لإبكار المحليات تمكنت الشاهينية لهجن العاصفة من تحقيق الفوز بعد أن قطعت مسافة الستة كيلومترات بتسع دقائق وثلاثة عشر ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. والاقتراب إلى خط النهاية كما نتابع في هذه اللحظة ونهاية الستة كيلومترات ما شاء الله وتبارك الله، أربعة مراكز أولى تحمل إشعار هجن العاصفة في المقدمة. الشوط الثاني لإبكار المهجنات أضافت هجن العاصفة فوزا جديدا مع الشاهينية التي وصلت أولا بتسع دقائق وأربعة عشر ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. سلام يا فزاع على هذا الأداء الذي تقدمه أمبراطورية هجن العاصفة على المركز الأول والثاني والثالث. أما الشوط الثالث والمخصص لجعدان المحليات فقد فاز شاهين لهجن العاصفة أيضا بالمركز الأول مسجلا زمن بلغ تسع دقائق
و12 ثانية. العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم ولحظات وصول شاهين إلى خط النهاية. تهانينا لغياث الهلالي مع المركز الأول والثاني والثالث والرابع بشعار هجن العاصفة. الشوط الرابع أكملت الجعدان أيضا المهجنات الفوز بالمركز الأول عن طريق شاهين لهجن العاصفة، وتمكن من تحقيق النصر محققا زمنا بلغ 9 دقائق و8 ثواني وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وشكرا يا غياث الهلالي في كل مكان في كل زمان متواجد مع العاصفة.
مشاهدينا من بدينا البرنامج ابو حمد يقول له عصام عثث عصام عثث نخلص ليش جينا البرنامج؟ لا انت امورك ما تعرف عثث لا تعلمت والله الحين يصير عندهم الجبيب ويصير عندهم لا الحين عرفت كل شيء خلاص الحين كل كلمه عامري يبغى انك تعرفها انت كل كلمه عامري يبغى انك تعرفها اللي هنا ده هذا اختبار دامكم رديتونا على المصطلحات الجديده خلونا نشوف تقرير الزمن الجميل ومن ثم نعود لنا نجري السحب على الفائزين معنا على 3 جوائز نشوف التقرير بعد معركة حامية الوطيس ورغم أنها البداية هنا في الوثبة لكن كانت البداية مبشرة بأيام حافلة هنا في سباقات الوثبة وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد النهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن كان التنافس على أشده خاصة في شوط الكأس والشداد وفي مشهد رائع تجاوزت عدد المطايا في الفترة الصباحية التي خصصت لسن الحجائج أكثر من 1000 مطية كان من الصعب أن يتحدد الفائز وأن تتوقع أي مطية تسبق الأخرى فالمشاركون كثيرون والتنافس كبير وخبرة المضمرين تلعب دورا كبيرا في الخطوات النهائية واللحظات الأخيرة ولأن الخبرة دوما تلعب الدور الأكبر في لمس خط النهاية مع صالة المطية وقوتها وحسن إعدادها فازت مياسر لسعيد بن مظفر العامري بكأس الحجائج في الشوط الرئيسي الأول وسط منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة في ظل منافسة محتدمة مع مصيحة وشرود وغدر لكن مياسر انتزعت الكأس وسجلت زمن 6:05.8 من الثانية لمسافة 4 كيلومترات والله انطباع كأي إنسان مثل أمس ماخذ الشوط الرئيسي هذا الشوط الرئيسي شوط الكاس الناس تسعى له من أول الموسم ويبدون يجهزون له ويرتبون له ويشترون له والحمد لله هاي ميلة من رب العالمين في صراع الجعدان على الشداد حالف التوفيق موفق لفهيد بن ناصر الهاجري ليخطف الأنظار أستاذي الحشود ويحصل على الشداد في الشوط الرئيسي المخصص الحجائج الجعدان حيث قطع المسافة في زمن وقدر 6:05 جزءا واحدا من الثانية وحل الحذر لحمد بن صالح العامري في المركز الثاني ثم منادي لعلي بن دواس العجمي والحمد لله هذا حظ من الله توفيق من الله الحمد لله موفق معودنا دائما عن النواميس الحمد لله يمكن له 9 مرات وياخذ الأول والحمد لله ما بعد مرة خذ الثاني ورغم حلاوة الفوز ومتعة الانتصار لكن كانت لحظة التتويج هي الأروع حيث قام سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بتتويج الفائزين وتسليمهم علامة الانتصار ومع تاريخ الفائزين الكبير في ميدان السباق والهجن يظل هذا الفوز له طعم فريد يأتي في 30 لميدان الوثبة وهذا السباق العريق وهكذا تمضي الأيام وسيظل اسم مياسة وموفق مسجلا في اليوم بهذا الإنجاز مشاهدينا الكرام للسحب على سؤال حلقة اليوم قلنا السؤال هو في أي عام تم إقامة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة للهجن في أستراليا الخيار الصحيح كان الخيار الثالث وهو حرف سي 1998 وسالم كيف عرفت الجواب مرة من سألتك مرة عرفت الجواب على طول نحن نعرفك في السلالات في الحلال هاي حكومتنا الله يطول عمرهم حاطينها ها حكومتنا الله يطول عمرهم هم اللي حاطين الجائزة الله يطول عمرهم والله يرحم الميتين يسلم الحيين فهذا من تراثنا بعد الله يطول عمر شيوخنا هم الداعمين المركز هذا وهم اللي حاطينه وهم مسين عشان الناس بعد في استراليا يعرفون ماضينا بس ما يوحي لك انت سويت جوجل على السؤال وهذا وشفت الإجابة ما سويت جوجل مرة على طول
الحمد لله رب العالمين. يمكن من ضمن الحاضرين ابو سالم. ها الهام السحب جاهز اخواني؟ 30 ثانيه وبنبدا السحب. ابو حمد ما شاء الله عليك، اشوفك في السناب متفاعل يا اخي. وقف السناب كيف اخليه؟ شو تبغى السناب انت؟ وقف يا اخي، انصحك نصيحه اخو. ندعمكم الحين في برنامجكم، انصحك نصيحه اخو. ابو خليفه وانا جاي حق الاستديو لفتت انتباهي عزبه على الشارع فيها صور القادة الله يحفظهم ويطول عمارهم، وصورة فزاع المكارم وهو مسرع على ظهر الكليسة. تعرف عزبة من ذي؟ عزبة أبو سلطان غانم يوسف غانم أهلي. هذا الريال تو داخل في مجال الركض وما شاء الله العزبة، وأنا جيت لفتت الانتباه على الشاشات والصور القادة شفتها أبو سلطان أظن وسارية العلم، فهذه لفتت الانتباه والخيام اللي شفتها عاد على على الباب، الخيام التراثية والحظائر التراثية. يمكن أبو سلطان عيبان زيارة هنا محمد زرته على ما أعتقد. لا هو سالم ما يتلا والله في العزبة، يا غير ذاك اليوم يكلمني يقول العزبة قريب بتجهز إن شاء الله، لكن بغينا عزبة، العزبة هاي بغينا فيها سبوق ترتيب بيض الله وياه ما قصر. شوف شوف الواحد يوم حين يجتهد ويتعنى في مجال جديد ويدخل ويشتري عزبة ويجهز الحلا ويجهز عزبته ويبغى يجهز عمره ويشتري، لكن شوف محمد شورد شفنا مشاري وهذا كلام قلت له راح تسجيل الشعار نحن الهدف مالك يدخل شراته عشرات. احنا نتمنى احنا نتمنى طول عمرك، شجعوا يا اخوان تتمرم انت وش قلنا له سلطان؟ لحظه ولاتهم ما يدب لك كراره وهو التحليل علبه كلينا. اي نعم وانا بشجع بهالشيء، احنا بالعكس انا عندي هذا تشجيع له الرياضي نشجعه. ذاك اليوم طول عمرك وذاك اليوم ابو سلطان لقيته وشجعناه وبغيناه يشتري وقال لي طول عمركم تاخذ المجال، لكن بعدني اتلمس وادور السبوق اشترى كم المطيه، لكن بغيناه بعدنا نشوفه مثل ما شفنا عزبته هني تبرق، وغنا نشوفه هو الروح واقف في المناسبه. شوف نعم. اللي يبغي السبوق لا يتلمس، اللي يبغي السبوق يشتري صح. هاي مثل التجاره، مره بتطيح ومره بتربح. صحيح ودخول مثل ما في خساره، هي هذا العطاء الله ما في خساره. الاهلي والعبار ودخولهم ومشترياتهم، الحين شفنا مشتريات العبار اول موسم، شفنا مشترياته مليون ونص مليون و200 شفنا مشترياته. نعم فالريال قادم بقوه ونتمنى له التوفيق وان شاء الله نشوفه يشتري ونشوفه ان شاء الله. شو رايك ابو حمد؟ نتمنى له التوفيق والله، الرجال طول عمرك رجال محاوم شمه ونعم يوم تلاجيه بعد ونعم لا تسده يا غالي. بغيناه ليش انت نقول كذا؟ نقول بغيناه نشوفه في منصات التتويج. نبي سلام بلعب بقعته وين؟ نعم بغينا طول عمرك سلامات سلامات تولد بقعته. يمكن عنده سبوق ابو حمد عندهم عندي وعندي عند العرب كلهم. ما اقول عليه يعني اقول عليه هو كفو راعي كفو وراعي كفو هذا مو مورا طيبة ليس ما أخذنا من سنين خلاص خلاص نجلس السحب. مشاهدينا الكرام خلونا نشوف الفائز معنا. الفائز الأول في بطاقة من مركز الإمارات الذكي للهجن. نقول ستوب. 05 056 66 51 89 هذا السحب الأول، وفائز معنا في بطاقة من مركز الإمارات الذكي للهجن. نروح نشوف السحب الثاني. مبارك عندك بسم الله. ستوب 050 662 9955 2000 درهم مشتريات من صيدليات فارس الخريج. ابو سلطان ستوب نبغى من عندك بس كلمه حاضرين. خلونا العرب شوي يدور. نصبح يدور العرب مقابلين التلفزيون. 0096 جاني في الحجر 968 هذا من عمان هذا الرقم 968 سالم عاد ابغاه يدور 95 241 9 8 وقع عمان وقع والله. 1000 درهم نقدا من صيدليات فارس الخليج. نحن وصلنا الختام سلطان مرخوصين لا غير ابو حمد ابو عادل. لا والله انت في فقره اخيره. لا ابو حمد قبل لا والله انت سالم. نعم شكرا لك ابو سلطان. العفو وسامحونا عاد ها كله والله ترتيب المخرج. انا قلت له ابا داخل لكن ترتيب المخرج. لا احنا نطلب المخرج ومن ربعه المخرج. قال تدري شو قال؟ قال بيب كوار. لا لا بيب لك كوار طول عمارهم الشوخ ما قصروا.
مسوي لنا الاستوديو وجاهز. نعم نعم ويصيروا من هناك. قالوا انا عندي مقترح ليه بالمخرج جاي للسنين اذا شفته والكوار قدامه. اي برايه هو شنو بين السنين ونحن بس ونحن ماشيين هنا نشيل خاطرك وسالم قاعد هنا بس برايه والله ما بيطلع خليه يقعد هنا ويتمس اللي لمسناه. مشكور مبارك الله يطول عمرك يا ابو خليفه. مشكورين والله يجزيكم خير. ابو حمد نشكرك. العفو ابو خليفه عسى الله يسلمك ان شاء الله. ابو سالم المتوثق بنسميه. العفو ابو خليفه البرد هذا لازم توثق عنه وقته. العمر ابو سالم. لا 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 صح. وصلنا لختام هذه الحلقه. تقبلوا تحياتي. بعدكم تبون تسولفون انا ما عندي مشكله. ها شوف ايش تسولف. كلمتوا ليه سوى ضاوي يبغون نسولف ليه سوى ضاوي. لا والله بنسير. وصلنا لختام هذه تحياتي. تحيات طاقم العمل. مع السلامه.